مشاهدينا الاعزاء وين ما كنتوا، اهلا وسهلا فيكم دائما وابدا عبر شاشه تلفزيون السلام مع هالبرنامج المميز، برنامج على رمضان اللي هو برافقكم طيله ايام شهر رمضان الفضيل. اليوم برنامجنا برعايه مميزه من توجذر للالبسه الرجاليه والستاتيه في طول كرم مقابل عماره الخروف دخلت المسجد الجديد. توجذر اكيد بيقدم لكم اجود وافضل انواع الالبسه، قمصان، بلايز وبلاطين، وكلها تركيه ومكفوله وبضاعه جوده عاليه وباسعار منافسه. زوروا توجذر واطلعوا بانفسكم على قيمه الملابس والملبوسات التي يقدمها لكم دائما توجذر للالبسه الرجاليه والستاتيه. خليكم معنا، اجواء رمضانيه مميزه في طول كرم، خلينا نشوفها، نسال الاسئله والجواز حاضره مع توجذر. مشاهدينا وين ما كنتوا، اكيد برنامجنا المميز اليوم مع توجذر للملابس الرجاليه والستاتيه في طول كرم. بطبيعه الحال هذا البرنامج بهذه الرعايه سنكون دائما مع اهلنا واحبتنا هون في طول كرم. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير، الله يخليك. حياك. تعرف عليك؟ ليث عبوشي. اهلا وسهلا فيك. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. هلا. تعرف عليك؟ محمود عبوشي. اهلا وسهلا فيكم، كيف شايفين الاجواء في طول كرم؟ ان شاء الله حلوه، يعني بتعرف بدايتها بتكوى، يعني اتوقع انه بدها اسبوع تصير قويه يعني اكثر واكثر. ايوه ايوه. قصدك الحركه التجاريه؟ ايوه ايوه. شو اليوم كيف كان رمضان معك؟ والله الحمد لله منيح، مشى كله تمام. تمام الحمد لله. طب احنا في رمضان مرات بنلاحظ انه في يعني خلينا نقول بدخ في المشتريات، يعني بتلاقي انه كثير ناس بتروح تشتري بشكل يعني فائض عن الحاجه. برايك هاي ظاهره عاديه ولا مش عادي؟ اتوقع طبيعي يعني. واسمع، عند اغلب الناس في شيء اسمه مرض التسوق، يعني في ناس عندهم مرض يعني انهم يتسوقوا ولا شيء، خلص لما يشوف شيء لو مش محتاجه يعني بده يشتريه فبيشتريه، فاهم علي؟ في رمضان، برمضان بتزيد طبعا، الواحد وهو صايم بصير يتشهون على كل شيء، فاهم علي؟ على المخللات، على الحلو، فبده يشتري كل شيء. بس هو لو ركز منيح بلاقي حاله مش ماكل ولا شيء. اكيد 100. صح، شو رايك؟ اي هاي بالضبط، خلص الواحد وهو صايم بصير يشتهي كل شيء وبالاخر كله بضل زي ما هو. يا سيدي تمام تمام منيح. احنا بنحب نحكي بهاي القضايا لحتى نوصل رساله لجمهورنا ومشاهدينا حول بعض القضايا اللي في رمضان، بهمنا كمان انه احنا نوعي الناس حولها. طيب اليوم برنامجنا برعايه توجذر للالبسه الرجاليه والستاتيه. تعرف توجذر وين؟ انا الصراحه لا ما بعرف. طيب تعرف وين؟ لا. خلينا اقول لكم وين توجذر. توجذر دخلت المسجد جامع الجديد، مش بعيد من هون، تقدر تزوروه. طبعا في حالكم بدكم تشتروا خاصه لبسه العيد، في عنده البسه ذات جوده عاليه، خاصه الالبسه التركيه لدى توجذر، بالاضافه للاسعار المميزه. حلو جدا. تمام، اللي بتراعي اوضاع ابناء شعبنا. خلينا نسالكم سؤال، بتجاوبوا عليه صح بتربحوا معنا جائزه مباشره من توجذر. سؤالنا لكم، في أي يوم من الأسبوع يتم اعتصام المساند الأسرى الأبطال أمام الصليب الأحمر في طول كرم؟ في أي يوم؟ أتوقع يوم الاثنين. الثلاثة. ثلاثة. أنت؟ أتوقع الاثنين. الاثنين. بدي جواب نهائي. ثلاثة نهائي. خلص قال نهائي، أنا عارف. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة خلاص. طيب الإجابة الصحيحة، هو قال اثنين وقالوا ثلاثة، بس الإجابة الصحيحة يا مؤيد أيوم، يوم الثلاثة أكيد، في تمام الساعة العاشرة صباحا. بعرفش أنتوا أصحاب اختلصوا بين بعضكم، هي الجائزة إخوي إخوي يا سيدي، اختلصوا بين بعضكم وهي جائزتكم. أنتوا كذر، شو بتقول أنتوا كذر؟ رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. أكيد كل عام وأنتم بخير وين ما كنتم مشاهدينا الأعزاء في هالبرنامج المميز مع توجذر للألبسة الرجالية والستاتية. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير إن شاء الله. تعرف عليك؟ أيمن المصري. من وين؟ من غزة. من غزة؟ أول شيء طمن عن أهلنا بغزة، أكيد تحكي معهم. كيف هم؟ الحمد لله بخير تمام. الحمد لله تمام. الحمد لله. رمضان عندهم برغم من هالحصار وهالظروف اكيد صعب. الحمد لله. كل المحبه بنوجهها، كل التحيه، تحيه اجلال وصمود لشعبنا الصامد في قطاع غزه وفي الضفه وفي كل مكان يتواجد فيه ابناء شعبنا. اهلا وسهلا فيك. حياك الله. الله يخليك. اجواء رمضان في طول كرم كيف شايفها؟ منيحه، ماشي الحال. تمام التمام؟ الحمد لله. شو اليوم كان افطارك؟ والله مقلوبه. مقلوبه. برضو زكي. اهلا وسهلا فيك. صحه وعافيه. اليوم اكيد برنامجنا برعايه توجذر للالبسه الجاهزه الرجاليه والستاتيه. توجذر دخلت المسجد الجديد في طول كرم، اكيد البسه تركيه ذات مواصفات عاليه جدا وباسعار منافسه. عمرك زرت توجذر؟ لا والله. ان شاء الله بتزوره معنا وتربح. تمام ان شاء الله. خليني اسالك سؤالك، سؤالك هو سؤال صعب ولا سهل؟
والله حسب حسب بدك. حسب. طيب شيء إذا غليته تجمد ما هو؟ إذا غليته تجمد فيش خيارات؟ فيش خيارات. يلا ساعدوه يا قوم. شيء إذا غليته تجمد فما هو؟ الحديد إذا بتعرضه للحرارة بصيح مش بتجمد. إشي بتحبه إحنا بجوز بنأكله في كل بيت وبنأخده من إشي بطير برضو. البيض. 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 البيض صحيح. جواب نهائي. نهائي. إجابتك صحيحة. البيض شيء إذا غليته تجمد. تفضل جائزتك من توجذر. شو بتقول توجذر؟ كل عام وأنت بخير وإن شاء الله ينعاد علينا بألف صحة وسلامة إن شاء الله. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله. مع توجذر متواصلين كل عام وأنتم بألف خير. أكيد توجذر مقابل عمارة الخروف دخلت المسجد الجديد. الألبسة الرجالية والستاتية الجاهزة بأسعار منافسة وذات جودة عالية. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. يا هلا بك. يا هلا. تعرف عليك؟ محمد جابر باقي شركية. تعرف عليك؟ أمين عوني باقي شركية. أهلا وسهلا فيك. جايين هيك تقضوا وقت في طول كرم؟ أي نعم. كيف أجواء طول كرم برمضان؟ حلوة والجنة. تمام الحمد لله. تمام التمام. طيب سيدي اليوم شو كانت طبختكم او افطاركم اليوم؟ اليوم عملوا شوربات ودباسه طحينيه مع دجاج زيك محمد. يا سيدي صحافي معه كنت ولا لا؟ معه. يا سيدي دائما ان شاء الله بهرمضان بتضل التكافل الاجتماعي وهالمحبه وهالجلسات الحلوه موجوده بين اهلنا. طيب اليوم برنامجها برعايه كريمه من توجذر مقابل عماره الخروف دخلت المسجد الجديد في طول كرم. تعرف المنطقه؟ تمام. تعرف المنطقه؟ نعرف. طيب تمام. طبعا الالبسه الرجاليه والستاتيه الجاهزه اكيد توجذر بضاعه تركيه نخب اول ممكن تزوروه تطلعوا عليه بانفسكم وتشوفوا البضاعه هناك. تمام التمام. تمام. طيب اليوم رح نسالكم سؤال بتجاوبوا عليه صح بتربحوا معنا جائزه مباشره من توجذر. جاهزين؟ خلينا نوقف ونشوف شو سؤالكم. اكيد من توجذر رح يكون في عندكم سؤال. سؤال سهل. وين رحت انا بالوراق؟ والله ما انا عارف رحت الوراق. طيب خلينا نسالكم سؤال اخر. السؤال يا سيدي العزيز بقول كالتالي: واحدة حلوة ومغرورة تلبس 100 تنورة من هي؟ واحدة حلوة ومغرورة تلبس 100 تنورة ما هي؟ شو بعرف ايه؟ أول مرة بمر عليك هيك شيء؟ أول مرة. طيب في حدا بقول الوردي؟ مش وردي هو شيء زي الوردي. طيب أعطيك خيارات؟ أعطيك خيارات. هل هي النعامة أم هي المرأة أم هي الخس؟ خس. شوي 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 ركزوا. شو خس. خسي. إجابة نهائية. نهائية. إجابتكم صحيحة. ربحتوا معنا من توجذر للألبسة الرجالية والستاتية. شو بتقول توجذر؟ أحييكم الله ألف مبروك. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وصلى الله عليه وسلم. تعرف عليكم؟ ماهر عزام. من وين؟ من شوفي. تعرف عليك؟ هلال وهدان. من وين؟ أهلا وسهلا فيكم. شو لقاءكم؟ أصدقاء هنا ولا؟ أصدقاء. أول مرة تقعدوا هون؟ لا يوميا. يوميا هون. طب ليش تقعدوا هنا في رمضان يوميا؟ هيك بنجتمع الشباب وقاعدة حلوة. قاعدة حلوة. كيف اليوم كان إفطاركم برمضان؟ الحمد لله رب العالمين. شو أفطرتوا؟ هالموجود. لا الموجود. الجود من الموجود. اليوم برنامجها برعاية كريمة من توجذر للألبسة الرجالية والستاتية مقابل عمارة الخروف دخلت المسجد الجديد في طول كرم. توجذر ألبسة تركية من أجود أنواع الألبسة وبأسعار منافسة. تمام؟ تمام. إن شاء الله بتزوروا توجذر؟ شو. تربحوا معنا؟ يعني. مستعدين للسؤال؟ طيب في شجرة لا لها ظل ولا لها ثمار ما هي؟ شجرة العيلة. شجرة العيلة. جاب نهائية. نهائية. إذا غلط بعطيه ليلو عادي تفرقش معك. بس إجابتك صح. ربحت معنا جائزة من توجذر. أكيد إجابة صحيحة. توجذر بيقدم لك جائزتك وهي خير إن شاء الله. طيب جائزتك هي عبارة عن بطاقة لزيارة المحل ومن ثم استلام جائزتك. تفضل جائزتك من توجذر. شو بتقول توجذر؟ كل عام وانتم بخير والله يوفقكم. كل عام وانت بألف خير. طيب شو راح تزور المحل؟ ان شاء الله. طيب معناته اذا بدك تزور المحل اكيد تطلع على ملابس توجذر وتشوف بعينك شو في عندك. تمام؟ ان شاء الله. كل عام وانت بخير. وانت بخير صحة وسلامة. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. تعرف عليك؟ احمد ابراهيم من مخيم طول كرم. اهلا وسهلا فيك. حاسس حالك بيضحكوا ليه؟
أم هيك كل يوم يا سيدي بسيطة. أكيد الضحك والابتسامة هو شيء إحنا بنحبه وبنرغبه لأنه أكيد أبناء شعبنا اللي بيعانوا من كل هالويلات بحاجة لبعض من الفرح والسرور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. كيف شايف أجواء رمضان؟ والله ما شاء الله الحمد لله منيح. الأجواء حلوة. الحمد لله يا سيدي إن شاء الله بكل أجواء جميلة علينا وعليك. اليوم برنامجنا برعاية كريمة من توجذر، توجذر للألبسة الرجالية والستاتية. توجذر مقابل عمارة الخروف، عرفت المنطقة؟ دخلت المسجد الجديد عرفتها؟ يعني بسمع فيها. أكيد عند المسجد الجديد إذا أنت بني طول الكرم أكيد لازم تعرف. بسمع أكيد إن شاء الله بتروح بتزور توجذر وبتشوف الملابس التركية والملابس ذات جودة عالية بأسعار كثير ممتازة. تمام أهلا وسهلا فيك. طيب سيدي بدنا نسألك سؤال بتجاوب عليه صح بتأخذ جائزتك من توجذر. تمام. سؤالنا لإلك، من بين هذه الأسماء موقع أثري وسياحي في مدينة طول كرم، هل هو قصر هشام ابن عبد الملك، قبر يوسف، ولا قبر بنات يعقوب؟ بنات يعقوب. شوي خليه يجاوب يا جماعة. بنات يعقوب الفرعون. بنات يعقوب. قبر بنات يعقوب. قبر بنات. جواب نهائي. جواب. متأكد. إجابتك صحيح، ربحت معنا من تو قذر أكيد. شكرا للشباب اللي سحجوا وهينا صورناهم على اساس نثبت مين سحج. يعني كل مثلا هو يعني كثير مبسوط جدا. معلش احنا بنقول لكم العودة بخير. اكيد لهون بنوصل لختام حلقتنا من هذه المسابقه، مسابقتنا لرمضان برعايه توجذر مقابل عمارة الخروف دخلت المسجد الجديد. توجذر للالبسه الرجاليه والستاتيه، من اجود انواع الالبسه واصناف الالبسه. زوروه وتاكدوا بان اسعاره منافسه، وهناك توجذر لكم ومنكم وإليكم. إلى حين اللقاء بكم بحلقات أخرى وفي برامج أخرى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.